مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلامن تعنان ابو وشت ايرتران ابدكم كنكم مدباتنا ابو مكتتال اتركبو كبراتنا كمي توعلو نلومي 24 مقابيت كلتا شحن 20 كلتا نسترالو مدبنا نجمرا لنا مسانا تنحو سرعات اقدف نتي ابش حنت شعات ميتن تسعة شعات عامة مهرات تسألق قوام ايرترا ابي قبري كوعلو ابي اسمرا زركب امباس امريكا تسويعو اتي امباسي نمينستر زينا يمان قبر مسكال شارلي ابي فيسبوك ابي زهابو قبر ملسي ايرترا ويان منقستوم كمرتو زخلوم حقراو مرجعان مكياد منقست ايرترا نزاعتو عالم لخاوي وعلاتن نزيقاتاتو زاعتو مبتعان كتقبر تمحتينو منستر زينا يمانا قبر مزقل كان محادة معلتي عب تويتر عب زوز اوريتو بزعبا حادة نمت اتتاو ايرترا عب كينات تقراي ترير تقاوم وزاسمع عبال بايتو اميريكا زستقبر اللو نقوسكواس زخوون قنزباو دقف كمزلو زقلت زي ترقاقات حبريتا لطيفونيرو اتي بغاد سالي نيمانا شارلن اتنسو زمرحونا زينا تكالن زهبوا حبريتاتات قلت افن تتعرارن قبر ملسن بمهاب زفلت امباس اميريكا عب اسمرابو وغنو ጉዳይ ገንዘብ ኮስኳስ ምርጫ አሜሪካ አዘራራብ መኻኑ በመእማን ዲሞክራሲ አሜሪካ አብ መስርሕ ዘለ እዩ ክብል አብቲ ናይ ሎም ጽሑፉ መልሲ ሂብሉ እቲ ኤምባሲ ቀጽሉ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ግን እቲ አብ 1997 ጸደቀ ቁዋም ኤርትራ አብ ግብሪ ዘይሞዓሊ እዩ ክብል ነቒፉ ከምዚ ዝከር ውልቀ መላኺ ሲያሳ ፈወርቂ አብ ዓመተ 2015 ነቲ ኣቐዲሙ ዝተነድፈ ቁዋም ኤርትራ كيتا اوجا زموتا ايو كبل باشك على القليل سوانيرو هرايكو بريزنت امناي زحلفة صبلنا صنة مدرخة قوام من داف كجمريو الكان ايركا ازي بلك عنتاي مالاتيو ابش عند شعاتا ميتن تسعان شعاتا صدق قوام وون كمزلو بقمت اتيخة مالاتيو كساح حجي خي انتاي ستوس داسو قمتلا يلا كمدي اللوغ لسانت اللي فالطان هاي قدم قوام نيرو ميتو تسيو اللوغ بلا كايدا لنيقن أوجز عصرته حمشت عمتات نهلاوينا نقولوا له نتنا نبيتنا نلمعتنا قات مناص صنعه دوتات على كمزيوم 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 بلا نما مهانه خمس سعيد لنا مبزعته ناي بوليتيكا غسغاس غوزنا بخمز دا مساله القلقاتنا يدقمت تتوات حنسا هو بلا حنسا معبل حنسا حصرات انكفاتات ناطفتره سلاخده ميتيو خيطة أولي بزوحات من الواش قدمي أسرتو كنتي عامتات ناي امرجنسي أولي جنوطسي ناي حسوس تغزي أولي جنوطسي زبولي نوره جي من الواش تابلو لوغ هالنقر بن بقبري أبايتا كي أوليكا دموت سندي إسياس أبي خلطة شحن عصر تربعة أبي تسنبل هاقراو معالتنا تسنت أبي زسمع مدارة نمتعي من قستاو سرعات مرحا بولوتيكاو قدنا زقياسي حدش قوام من داف كجمر مخانو أبزا أقات أمزي كحبر إفتو إلو نيرو يخون نبار كابي خلطة شحن عصر تربعة كساب لومي كلتة شحن عصران كلتن أستاد شمون تعامتات حليفهم كساب حجي دهايك قوام زبهال يلن ازي مبتعزي ابي خلطة شحن عصر تربعة استعطوه اللي هزبي ارتراون اتي استباه لحدش قوام ابي قال له الوك حتت عدلاي رخبن اتي ابي شحن شعات ميتن تسعان اربعة زقومي فرقو بابلات هزباو قنبار زمال امسكا قرح قراو بايتو ارتراون تخوني كاب كلتة شحن كلتان عام تمهرت جميرو بزي وقعو اقباب ثريسو يركب ودف حبرات هكرات زركبهم عالم لخوان تتابعات سبقه مسالات سرعة تقدف سفيح مقهاس مسارة طوان مسالات كم زفتسم كخصو تساني حميم سبسلتان ايرتراقن نزقرب اللهم كستات نمسل ايرترا نمدوان زقرب ودي تيوب مبال بتدقاقامي ينزقوه
ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ብተወሳኺ ኤርትራውያን ወላ ንፖሊሲ መንግስቲ ዝጻረር ርእይቶ ይሃልዎም ሓሳቦም ክገልጹ ክፍቀደሎም ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። እቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ስርዓት ትግደፍ ግን ኣሜሪካን መሓዙታን ንኤርትራ ንምብታንን ሓድነት ህዝባ ንምዝራግን ተዓጢቐን ይሰርሓለዋ ብምባል ንኣሜሪካ ሓዊስካ ንሓያሎ ናይ ምዕራብ ሃገራት ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣስፊርዎን ክኸይድ ጸኒሑ። ዝምድና ኣሜሪካን ስርዓት ትግደፍን ኣብ ዓመት 2018 ደሓን ዝኾነ ምዕባለታት ኣርእ እኳ እንተነበረ ምስ ምምጻእ ጆ ባይደን ግን እቲ ዝምድና ከምቲ ዝድለ ኣይቀጸለን። እቲ ንዓመታት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ትግደፍ ተጻዒኑ ዝነበረ እገዳታት ኣቐድም ኣቢሉ ድሕሪ ምልዓል እውን ከም እንደገና ሓደስቲ ማዕቀባት ብወገን ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ይዘንበሎ። ኣብ ፈለማ ተስዓታት ስርዓት ትግደፍ በታ ልሳኑ ዝኾነት መደበር ቴሌቭዥን ኤርቲቪ ኣቢሉ ቁዋም ዘይብሉ ሃገርን ልጓም ዘይብሉ ፈረስን ሓደ እዮም ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይፈልጡን እናበለ ይጉስጉስ ከም ዘይነበረን ንዕኡ ዘሳልጥ ቁዋማዊ ባይቶ ተኺሉ ይሰርሕ ከም ዘይነበረን ሎሚ ብዛዕባ ቁዋም ምዝራብ ወይ ሕቶ ምቕራብ ማለት ንሃገር ምኽዳዕ ከም ዝኾነ ቆፂሩ ንሓያሉ ኤርትራውያን ብዘይፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝበልዩ ገይርዎም ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ቁዋም ኤርትራ ኣብ ግብሪ ክውዕለሉ ዝግብኦ ዕለት ካብ ዝሓልፍ እንሆ ርብዕ ዘመን ኮይኑ እቶም ኣብ 2001 ብዛዕባ እዚ ቁዋም እዝን ሕጋዊ ኣሰራርሓን ሕቶ ዘቕረቡ ሚኒስትራትን ጋዜጠኛታትን ካብ ዝእሰሩን ደሃዮም ካብ ዝጠፍእን ከዓ ኣስታት 21 ዓመታት ሓሊፉ። ኤርትራ ብናይ ሓደ ሰብ ዊንታን ድሌትን ካብ እትመሓደር ከዓ 31 ዓመታት ተቆፂሩ። ኤርትራ ብሕታዊት ትካል እስያስ ኣፈወርቂ ኮይና ሚልዮናት ህዝባ ከዓ ንዕኡ ዘገልግሉ መሰል ዘይብሎም በራዩ ክኾኑ ተፈሪድዎም። እቲ ቀዳማይ ናይ 97 ቅዋም ከይተኣወጀ ሞይቱ፣ እቲ ናይ 2014 እውን ኣሰርኣሰሩ ስዒቡ። ሎሚ ወላ ንይምሰል እውን ሓድሽ ዝተኣትዎ መብፅዓ የለን። ኣብ 2018 ምስ ምምጻእ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ጩራ ሕግን ሕጋውነትን ምትካል ቅዋማዊ መንግስትን ምብቃዕ ኩናትን ተራእይዎ ነይሩ። ኣብ ክልተ ዓመቱ ግን ኩሉ በንጻር ኮይኑ እኳ ደኣ እቲ ዝነበረ ጸገማት መመሊሱ ዓብዩ። ናይ ኩሉ ምኽንያት ኣሜሪካን ወያነን ኮይኖም ስርዓት ግደፍ ብኢደይ ተታሒዘ እምበር ኣነኮ ሃገራዊ እየ ይብለና ኣሎ። ኤምባሲ ኣሜሪካን ስርዓት ግደፍን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሓድሕዶም ይዘናጠሉ ኣለዉ። እቲ ዝውፃዕ ግን ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እዩ። ቅድሚ የማነ ሻርሊ ኣብ መንበሩ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ዓሊ ዓብዱ እውን እንተኾነ ከምዚ ሕጂ የማነ ዝምልሶ ዝነበረ ገታር መልሲ እዩ ዝምልስ ነይሩ። ሎሚ ግን ዓሊ ዓብዱ ኣበይ ኣሎ? ህይወቱ ብኸመይ መልክዕ ይመርሓሎ ኢልና እንተሓቲትና መልሱ ዝሕዝን እዩ። ኢሳያስ ንኹሎም መሳርሕቱ ኣገልግሎቶም ዘብቅዕሉ ማለት ኤክስፓየር ዝኾኑሉ ዕለት ለጢፉ እዩ ዘስርሖም። ንሓዋሩ ደው ዝብል መራሒ ህግደፍ የለን። እቲ ዝሕዝን ግን ገለገለ ሓለፍትን ተራ ኤርትራውያንን ኣብ ጎድኒ ኢሳያስ ደው ኢሎም ዘለዉ ዝመስሎም ምህላዎም እዩ። እቲ ሓቂ ግን ኢሳያስ ንበይኑን ንዕላማ ብሕቱን ደው ዝበለ ሰብ እዩ። ኣይኮነን ናይ መሳርሕቱ ጉዳይ ደቁ እውን እንተኾነ ኣይተሓሳስቦን እዩ። ንሱ ናይ ኤርትራ ውድቀት ናይ ህዝባ ፍልሰት ኣይጨንቖን። ጥራሕ ክሳብ ብህይወት ዘሎ ኣብ ዙፋን ስልጣኑ ይቀመጥ እምበር ካልእ ጉዳዩ ኣይኮነን። እዚ ማለት ከዓ ኤርትራ ሓደ ዘይሓዊ ናይ መንሽሮ ቁስሊ የሳቅያሎ ማለት እዩ። ብድሕሪ ሕጂ እኳ ኢሳያስ ንዓና ዝጠቅም ቅዋም ክተኽለልና ኢልና ተስፋ ኣይንገብርን። ንሓደስቲ መብፅዓታት እውን ኣይንዝምረሎምን። ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምና ኣሚንና ጥራሕ ንዓና ዝሕሸና ንወስን። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብካልእ ብተመሳሳሊ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ